للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة الصحفي الفلسطيني الأستاذ أحمد قضيحة. أهلا بكم أستاذ أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني أنت متواجد في قلب الحدث وضمن التظاهرات، لو تصف لنا واقع الفعالية اليوم والحشود وآخر التطورات. بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، ارتفع عدد الشهداء اليوم إلى 2 من المواطنين المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الرابعة، جمعة الشهداء والأسرى، حيث أصيب 2 من المواطنين بجراح خطيرة شمال قطاع غزة، أعلن استشهادهم قبل قليل من وزارة الصحة، وأكثر من 40 من المواطنين أصيبوا بجراح متفاوتة، حيث آلاف المتظاهرين توجهوا إلى المناطق الحدودية في اليوم 23، أي في الجمعة الرابعة على التوالي. على أي حال محمد، المسيرة لم تتوقف ولم يتعب المواطنين من الذهاب إلى تلك المناطق للتعبير عن رفضهم لقرار التوطين اللاجئين أو عدم عودتهم، ورفضا لقرارات الرئيس الأمريكي. على أي حال الأحداث على في قطاع غزة الآن تشتعل، حيث يشعل المواطنين الإطارات وما يعرف بالكوشوك على طول أشهر الحدود. قوات الاحتلال ترد الرصاص وإطلاق القنابل الغاز. نعم، فعالية اليوم تتزامن مع مرور 70 عاما على النكبة، هذا بحسب التقويم العبري، ما تزامن أيضا معه من احتفالات للكيان المحتل بالذكرى. ما الذي أعده المتظاهرون اليوم لهذه الجمعة؟ بالتأكيد هذا اليوم هو يوم الأسرى والشهداء، في يوم الأسير الذي صادف 17 من الشهر من هذا الشهر. رسالة المواطنين بأن رغم مرور 70 عاما على نكبة فلسطين وإعلان الاحتلال والإعلان وفرحة الاحتلال باستقلاله 70، وفي ظل رغبة الإدارة الأمريكية الانحياز لدى الاحتلال ونقل السفارة، الفلسطينيون متمسكون من خلال القدوم إلى الحدود للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات، وهي رسالة واضحة أن حق اللاجئين لا يسقط في التقادم، الوصول إلى الحدود والتظاهرات رغم الخطر الشديد على حياتهم يكفي أن تكون رسالة قوية إلى العالم بأن الفلسطينيون لن ينسوا حقهم بالعودة إلى أراضيهم. نعم، على الأنباء التي تتحدث عن إصابة عدد من المتظاهرين، وأنت قلت الآن بأن وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بوقوع شهيدين، يعني هل هناك يعني تدابير للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا في التظاهرات التي تخرج كل جمعة؟ سقوط وارتقاء الشهداء والإصابات جراء محاولة الاحتلال إنهاء وجود هذه المسيرات من خلال قنص المتظاهرين بشكل مباشر في الرأس أو في الصدر، وبالتالي يرتقي عدد من الشهداء. نحن نعلم أن هذه المسيرات محمد سلمية ولا أحد يمسك سلاح فيها، وبالتالي قوات الاحتلال منزعجة من هذه المظاهرات، تستفزها حضور آلاف المواطنين، وبالتالي هي تستهدف المواطنين العزل بالرصاص الحي، حيث وصل عدد الشهداء أكثر من 35 أو أكثر من 37 شهيدا حتى اللحظة. نعم، أحمد قضيح الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.